كما تتشاهدوا اليوم هو عندنا مدنيات الحي محمدي في إطار برنامج الأنشطة ديال رمضان 1445. كما تشوف هذا البرنامج هو تتخلوا مجموعة من الأنشطة اللي فيه مسابقة في تجويد القرآن، مسابقة في إنشاد ندوات دينية، وكذلك أنشطة ريادية وأنشطة تحسيسية فيما يتعلق بداء السكري في هذا الشهر المبارك، وكيفاش يمكن المواطنين يتعاملوا مع هذا الداء في شهر رمضان. اليوم كما تلاحظوا اليوم هو واحد يوم مبارك تصادف 17 رمضان اللي هو غزوة بدر، وهي ليلة مباركة عند الله عز وجل. كما تعرفوا هذا الشهر شهر ديال القرآن، فاليوم كاين واحد النشاط ديال 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 القراء، وهما واحد القراء من خيرات القراء اللي عندنا في المغرب، الدكتور الحديدي، الدكتور العيول الكوشي، الدكتور الإراوي. فاليوم هاد نقولوا هاد مزمار ديال القرآن هو باش الانشاد والاستماع ديال 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 كلام الله في هذه الليله المباركه. فنتمنوا من الله يتقبل منا هذا الشهر المبارك ونيلوا الاجر ديال هاد الثواب وديال العمل. وهذا هو واحد دابه المقاطعه الحي المحمدي باش دير بحال هذه الانشطه في ما يخص رمضانيات الحي المحمدي. فشكرا لكم.